راح اعتبر اللي كنتي تسوينه معي عشان خوفك علي، واحاول اسامحك وانسى. ممكن افهم وش الادويه هذه اللي كنت تحطينها لي؟ معقول ما داك تنسين؟ شككت اختي وزوجي فيني، مستحيل تشككيني في نفسي. لا انا ما اشكك بنفسك، انا اقول عادي يمكن تبين تنسين. وانا عمري ما نسيت شيء، خاصه اذا كان طلب مثل هذا. تذكرين كيف كانت حالتك؟ تذكرين اليوم اللي امك ماتت فيه، يوم تزوجتي، طيب اليوم اللي عرفتي فيه انك حامل وخفتي؟ وانتي ما خفتي علي يوم عرفتي اني حامله عشان تعطيني ادويه مهدئه؟ كل شيء محسوب، الجرعه اللي كنتي تاخذيها كانت محسوبه، كانت تهديك، تساعدك وما تاذي الجنين، والاهم من هذا كله يا شهد انها كانت بطلب منك. انا ما طلبت منك شيء، ليش مصره؟ هذا ما هو باصرار، هذه الحقيقه. وبعدين حالتك هذه مرت علي كثير، فما راح تصدميني. اجل دامها مرت عليك كثير، انتظري الصدمه الحقيقيه اللي بتجيك. لا انا اللي ابيك تنتظري اليوم اللي راح يتوقف فيه الدواء، حالتك كيف راح تصير. ادويه ايش وزفت ايش اللي تتكلمين عنها؟ سويتيني مدمنه. حبيبتي الادويه هذه لها طرق طبيه، يعني عشان نوقفها لازم نوقفها حبه حبه وبالتدريج. أنا ما بي أكل ولا أشرب من يدينك مرة ثانية. كيف؟ أكيد ما راح أجبرك، بس أبيك تتذكرين أنك راح تجيني هنا وتبكين قدام عيوني وتقولي لي الحقيني يا خالتي. أوعدك أنها ما راح تصير. وأنا أوعدك أني ما راح أسأل فيك ولا أعبرك إلا في حالة واحدة، إذا جيتي قدام الكل وطلبت الطلب هذا، وخصوصاً قدام حمر. هلا وغلا، حي الله من جانا. اي والله تو ما نور البيت. ايه هذه ياسمين حبيبتي، هذه العاقل. تدرين عاد انا اليوم ما بروح المشغل، بنقعد انا وياك هنيا نسولف ونطبخ ونتقهوى مع بعض. منصور طلب منكم انه تروحوا تخطبوا له اياها لزينه؟ لا، يعني لو ما كان في مشاكل بينكم وبين عمه كان رح يطلب منكم تروحوا تخطبوا له اياها؟